السلام عليكم محبي عشاق ام الالعاب العاب القوه. في هذه الحلقه غادي نشوفوا تخصص ديال القفز العلوي. بطوله العالم اوساكا 2007 اللي عرفت مشاركه كرياكوف ايانو من 2001 هو تيحاول تطوير مستواه وينافس على اعلى مستوى واللي غيجي تروازيام في هذه التنافسيه. يوغوسلاف ريباكوف من 1998 هو ينافس على اعلى مستوى كذلك بطل العالم وعنده ارقام جد محترمه. ستيفان هولم اكثر من 20 عام ديال الكارير من 1993 هو ينافس على اعلى مستوى بطل اولمبي ارقام جد محترمه وابرز المترشحين لنيل اللقب العالمي. ورابعا ضيف الحلقه الفينومين دونالد توماس 18 شهر ديال الكارير. يلا عرف شي حاجه سميتها القفز العلوي. بطوله العالم السابقه كان تيتفرج في الابطال كاملين فقط عبر التلفاز. عنده 21 سنه لاعب ديال كره السله ما عمره دوز لا مينيم ولا كادي ولا جونيور في مجال العاب القوه. كاين واحد المثل مغربي تنقولوه اللي عطاك العاطي لا تحرط لا تواطي. كل شيء غيبدا من الكافيتيريا ديال الكومبوس ديال الجامعات ليدنوود بالولايات المتحده الامريكيه. طالب الشاب اللي كان يطمح باش يلعب في بطوله الان بي اي ديال كره السله واللي جاي من دوله الباهاماس باش يتابع الدراسات ديالو العليا كان جالس يتقوى مع راسه وما بهم عليه وواحد الصديق ديالو كيدير القفز العلوي. فدوتي تبادلوا اطراف الحديث باش شتي ديك القفزه شحال فيها شتي الاخر شحال تينقص. هذا كيدير 1.98 متر الاخر تيدير 2 متر. واحد شويه غيتزيدوا في الهضره غيقول لي غادي نمشيو دابا للملعب ديال العاب القوه وغادي نديروا انا وياك رهان. الصديق ديالو تحداه قال لي واش تقدر تقفز 2 الامتار. حطوا لابار 2 الامتار. دونالد توماس جا قفز بالطريقه اللي قال ليه راسو كيما جاب الله وقفز فوق هذيك 2 الامتار. واحد شويه زادوا علاو لابار بقاو غاديين وكيطلعوا وجميع الحواجز تحداهم دونالد توماس حتى وصلوا 2 متر و13. ونفس الشيء تيقفز الحاجز بكل سهوله بدون تحضير بدني بحذاء ديال الباسكتبول لانه هو لاعب بفريق ديال كره السله وبدون تقنيه تيقفز بالطريقه اللي قال ليه راسو. هذا المشهد هذا دار امام انظار المدرب ديال القفز العلوي واعجب كثيرا بالموهبه ديال دونالد توماس. فتبادلوا اطراف الحديث عرفوا انه مبتدئ فعرض عليه انه ينضم للفريق. يومين بعد ذلك فقط دونالد توماس غيدير واحد القفزه ديال 2 الامتار 22 غيكمل التالق ديالو مع الفريق وتحسين الارقام غيربح مجموعه من البطولات حتى غادي يوصل للبطوله الجامعيه ان سي اي اي وغيفوز بها 2 الامتار 33 في عام 2007. وفي نفس العام جويي 2007 غيدير الورد ليد احسن انجاز في السنه 2 الامتار 35. بطبيعه الحال غادي يصبح مع المنتخب ديال الباهاماس لانه من هذه الدوله هذه. واللغز المحير ما هو سير نجاح هذا البطل. دونالد توماس كان عنده امكانيه انه يقفز 93 سنتيمتر قفزه اللي هي فيرتيكال عموديه. المويان ديال لعابه الباسكيت كيديروا فقط 70 سنتيمتر. الشيء المتميز عند هذا البطل هو الطوندون داشيل العصب ديال اشيل اللي كيتواجد في الخلف ديال القدم هو اقوى عصب عند الانسان. الطول ديال هذا العصب وهذا الوتر عند الانسان العادي ما بين 11 و15 سنتيمتر. دونالد توماس عنده طوندون داشيل تيوصل 26 سنتيمتر. تقدر يخزن طاقة كبيرة ثم يحولها لطاقة وضع ويكسب في الارتفاع بحال الكانجار. نفس الشيء الكانجار عنده طوندون داشيل اللي هو كبير تيخلي انه يقفز قفزات مهمة. رجعوا لدابا اوساكا 2007 الراوند 4 حاجز 2.33. ستيفان هولم غيجتاز الحاجز منذ المحاولة الأولى بكل سهولة. جا الدور ديال دونالد توماس 2 المحاولات الأولى باءت بالفشل. بقات لي محاولة فقط واحدة لاجتياز 2.33 غادي يتوفق في هذه المحاولة هذه وغيجتاز الحاجز. ولاحظوا التقنية اللي كيعتمد عليها دونالد توماس ماشي شي تقنية اللي هي متقونة جدا ماشي بحال ستيفان هول. وصلنا دابا الراوند الخامس 2.35. كرياكوف ايانو غيجتاز الحاجز في المحاولة الثانية. المحاولة الأولى باءت بالفشل. ونفس الشيء بالنسبة ليوغوسلاف ريباكوف غينجح في المحاولة الثانية. ستيفان هولم ما توفقش في 2 ديال المحاولات بقات لي محاولة وحيدة فقط حتى هي باءت بالفشل وبالتالي ستيفان هولم فهو خارج المنافسة. دونالد توماس اجتاز الحاجز منذ الوهلة الأولى الشيء اللي عطاه امتياز بالنسبة ليوغوسلاف ريباكوف وكذلك كرياكوف ايانو. وهاد القفزة هذه اللي خلاته انه يربح بطولة العالم اوساكا 2007 18 شهر فقط من مبتدئ الى بطل العالم. بعد اوساكا 2007
فهاد البطل عرف استقرار في مستواه، ما رجعش ينافس على المستوى العالمي، كان تيربح ألقاب على المستوى القاري الوطني ولكن بعيد كل البعد باش ينافس على إحدى الألقاب في الأولمبياد أو بطولات العالم. سبب أنا لا أعلمه، فربما أن التكنيك التقنية التي يعتمدها فهي محدودة، أو أنه لم يجد تقنيين ومدربين حوله لكي يقوم أرقام كبيرة وكذلك ليفوز بألقاب أخرى. وتبقى الموهبة هي أهم عوامل نجاح هذا البطل في تخصص القفز العلوي. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.